حديث القاهرة ولا شك، وحديث كل مدن مصر وقراها يعني حول فكرة البلد وهي تستعيد نفسها، أو وإحنا قاعدين نشاهد افتتاح مشروعات ومنشآت وإنجازات يلاحظها المرء ويتابعها، سواء يعني يتابعها أو هي التي تتابعه، بمعنى هو نازل في الشارع خصوصا يعني من العواصم والمدن الكبرى واللي بيطلعوا على الطريق ما بين العواصم المحافظات اللي موجودين في بعض القرى الفقيرة، لكن في مشاهد تتابعها وفي مشاهد تتابعك، تشوفها انت بنفسك أو تلاحقك هذه المشاهد. لكن وانت بتشوف خلال 7 سنوات بنتكلم عنها، بنحاول استعادة الدولة المصرية كما ترفع أجهزة الدولة العنوان والشعار، أو بتحاول بناء الدولة المصرية كما ترفع أجهزة الدولة المصرية الشعار والهدف. هل في ذات السياق؟ هل في نفس الاستراتيجية؟ هل في نفس منهج هذه الأجهزة التي تحدثنا عن بناء الدولة؟ كلام عن واستعادة الدولة وهيبة الدولة ومؤسسات الدولة. هل في كلام عن استعادة الشخصية المصرية؟ عن بناء الشخصية المصرية؟ السؤال الكبير المهم الدائم المستمر الذي يجب أن يطحن عقولنا طحنا، إنه نقعد نفكر فيه ونبحث عن إجابة له ونضع له الخطط والأهداف والاستراتيجيات. هي فكرة إحنا ممكن نبني الوطن باستبعاد المواطن أصلا؟ يعني هل يمكن أن ينجح التقدم في أي مجتمع حين تهتم الدولة ببناء منشآت ومؤسسات الدولة فيما لا تنشغل أو لا تبذل الجهد أو لا تضع المنهج لبناء المواطن نفسه؟ لأنه لما بشوف المشهد المصري الآن بلاقي حالات تشكي مشترك، يعني الدولة من حين لآخر تنغز في الشعب كده وتقعد يعني تعمل تصريحات بعضها منطقي لكن سياقه صعب، وبعضها نتيجة إنه كتير من مسؤولي الحكومة مش مدربين سياسيا ولا عندهم خبرات سياسية، فبيقولوا كلام طخ كده في الوش، أو ربما يعني مفيش دربة وحرفة في معاملة الناس والجمهور، أو وده سبب مهم جدا إنه الجمهور كان غائب خلال السنوات الماضية على اعتبار إنه الدولة بتبني نفسها وتستعيد مؤسساتها وتستعيد اعتبارها بعد سنوات من الفوضى والتفلت، فما كانش مطلوب صوت الجماهير. صوت الجماهير هو اللي ما كانش مطلوب، ده كان مطلوب أن الجماهير تهدأ وتسكن وتقبل بالإجراءات والقرارات والمواقف والقوانين، وإنه لأن احنا بنشتغل وبنبني البلد، فلحظة هدوء أو سنوات هدوء عشان نعرف نبني البلد. فالحكومة والمسؤولين عموما كانوا خلاص نسيوا إنه في أصوات تختلف وتعارض، وما بقوش قادرين على استيعاب فكرة إنه حد يناقش اللي بيعملوه، لأنه كانت الفكرة كلها إنه إما أن تحيي ما يتم أو تصمت، لا تقل خيرا أو تصمت. يعني ما كانش في فكرة إنك تناقش في أولويات أو تناقش في تفاصيل أو تقول في أو تختلف في أولويات، ما كانش موجود. فالحكومة ومسؤوليها وأجهزة الدولة بقالها 7 سنوات الموضوع ده مش في ذهنها قوي، موضوع دخول الجمهور كشريك أو صانع قرار أو مشترك في صناعة القرار. الدولة واخدة على إنه زي ما كان بيحصل في برلمان السيد علي عبعال اللي هو الموافقة والتأييد، وإحنا في توقيت حرج وفي ظروف صعبة وفي تحديات ضخمة، ومتربص بينا الأعداء ومتربص بينا أهل الشر، فلا يجب أن يكون نقاش بينا حوالين ماذا نفعل، بل نفعل على طول. وأعتقد ده كان عقد اجتماعي مستمر السنوات اللي فاتت، ويعني الدولة فرضته ونجحت في فرضه، لكن بعد 7 سنوات الدولة نفسها في حالة لمراجعة نفسها ومراجعة هذه السياسة، لأنه استمرار هذا المنطق هو استبعاد الجمهور واعتبارنا إحنا أوصياء على الجمهور وعلى الناس وعلى الشعب، وإحنا عارفين مصلحته وبنعملها، وإنه هو بالعكس هو ممكن يقف ضد مصلحته ده الشعب يعني، فإحنا نتاخره لأن إحنا بنعمل مصلحته أصلا، إحنا ما بنعملش غير عشانه وما بننامش غير عشانه، عشان الشعب ونرقيه ونكبره ونكبر البلد. النظرية دي نظرية تجوز في فترات الانتقالية، تجوز في فترات مؤقتة، تجوز في فترات إعادة بناء، لكن تجوز بمنطق، يعني صاحبها يملك منطقا يعني، إنما لا أظن إنها تنجح في الاستمرار، لأنه لابد أن يكون الشعب شريكا، مش شريكا بالصمت. مرة أخرى حصاد تحليلي للسنوات السابقة إن الشعب بالفعل كان شريكا بالصمت، شريك مؤيدا بالصمت على طريقة يعني السكوت علامة الرضا فكان شريكا بالصمت ومحتملا ومتحملا بالصمت، وبدليل إنه الحكومة بما فيها كمان وأولها وعلى رأسها رئيس الدولة شخصيا بيخرج في خطاباته وتصريحاته يشكر المواطن المصري على تحمله، فهو مدرك أن الشعب المصري شريك بالصمت، شريك بالتحمل والاحتمال. وزي ما قلت قبل كده، والشعب المصري شريك في التنمية وشريك في كل ذرة حصلت في السنوات السابقة والسنوات اللاحقة، لأنه هو عامل اللي عليه زي ما قلت. بالنسبة للشعب المصري بيشتغل وبيتحمل، وكمان زي ما قلت قبل كده 78% من الإيرادات العامة للدولة اللي بيدخل الدولة، إيرادات الدولة 78% منها ضرائب ده يدفعها المواطن المصري. وزي ما قلت برضه وضربت مثلا من قبل إن المصريين المقيمين في الخارج أو العاملون في الخارج بيحولوا لمصر قرابة 25 مليار دولار أكتر من دخل قناة السويس والسياحة حاليا والاستثمار الأجنبي حاليا. فأظن الشعب عامل اللي عليه، عامل اللي عليه. طبعا في حاجات كتير تستحق ان احنا ننتبه وننبه ونتشارك مع مجتمعنا في انه في سلبيات كتير في الواقع عند الاثنين، عند الطرفين، عند الحكومة وعند المجتمع.